هل ممكن انه المرض الوحش زي ما بنقول عليه في مصر يمنع الانجاب؟ هل ممكن يكون ليه تأثير على الخصوبة؟ هل العلاج الكيميائي ممكن انه يتوازى مع انه شخص بيبدأ حياته، انه شخص نفسه زي اي حد في أسرة وفي عيلة وفي اولاد؟ اكيد في تفاصيل وأسئلة كتير خاصة بهذا المرض اللي يعني للأسف الشديد انتشر لأسباب عدة وأكل أجساد الملايين، وعلشان كده دايما ما بنحبش حتى في مصر وإحنا بنتكلم عليه إن إحنا نذكر اسمه، يمكن ده المرض الوحيد السرطان. برحب بضيوفي وضيوفكم، الدكتور وليد حامد استشاري النساء والعقم والحقن المجهري وسكرتير الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية، أهلا بحضرتك يا دكتور. والدكتور مدحت عامر أستاذ ورئيس قسم الذكورة والعقم بطب القصر العيني ورئيس الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا. هبدأ معاك يا دكتور مدحت، ويعني الإنجاب هل بيتوازى مع علاج شخص من هذا المرض ولا ده من المستحيلات؟ يعني طبعا نسبة كبيرة من الناس اللي بتتعرض للعلاج الكيماوي والإشعاعي بتتأثر الخصوبة عندها. الاستثناء هو اللي بيعدي من القصة دي. وبيعدي ازاي؟ يعني بعد مرحلة علاج بياخدها المريض لازم الحيوانات المنوية هتقل لو راجل، ولازم التبويض هيقل عند الست. حسب جرعات العلاج ونوع العلاج، في ناس بتسترد خصوبتها وفي ناس ما بتستردش خصوبتها اطلاقا. وبالتالي يعني العلاج الكيماوي مفيد جدا ونتائجه عالية جدا، هو الإشعاعي، لكن هو فعلا مدمر للخصوبة سواء عند الرجل أو عند الست. ممكن يحرمه من أنه ينجب فعلا تماما. فعلا طبعا المشكلة في الحالة دي أن الناس دي ما حدش بيوعيها أن العلاج ده ممكن يعمل كده، وبالتالي تركيز المريض في الوضع ده وتركيز عائلته هو إنقاذه من المرض، بس ما حدش بيفكر أن الناس دي الحياة شكلها إيه؟ بالذات الناس دي بتخف بنسبه كبيره، يعني ما اصبحش مرض زي ما حضرتك قلتي خبيث او بتاع، لا اصبح مرض زي كل الامراض بيتعالج وبيخف. لا بس مش بنسبه كبيره، يعني العلاج فيه والله في تطور، في طبعا ناس كتيره الحمد لله ربنا قادر على كل شيء، ولكن في نفس الوقت للاسف يعني المرض ده نتيجته بتبقى صعبه في احيانا كثير. يعني هنقول نسب الشفاء اعلى من نسب انا احب ده اكيد. أيوة. نتمنى ده، لكن يمكن كل حد في عيلته اكيد تعرض لانه يكون واقف جنب مريض سرطان صحيح، وشاف معاه العلاج ومراحل العلاج الصعبه وتكلفه هذا العلاج ايضا الباهظه الثمن. صحيح. اللي ممكن تكون احد اسباب انه غيره ما عرفش يحقق النتيجه الايجابيه في العلاج. بس احنا بنتكلم عن شباب زي الورد، نسبتهم في العلاج بتبقى أفضل؟ بنسبتهم في العلاج أفضل وفي الشفاء أفضل، وفي نفس الوقت هم لسه الحياة قدامهم بعد كده، غير ما بنتكلم عن حد معلش متقدم في العمر وما بيستحملش المرض. طيب هو بيعدي منه. إيه هي المخاطر يا دكتور وليد لهذا المرض على الخصوبة؟ الحقيقة المشكلة الرئيسية في الموضوع ده ان اوروبا وامريكا بقى لهم حوالي 15 سنة الموضوع ده مثار بشدة وبعمق شديد، ومفيش مؤتمر بيخلو تقريبا من ذكر الحفاظ على الخصوبة لمرضى السرطان ومشاكل العلاجات الكيماوي والإشعاعي على الخصوبة للفردين الزوج او الانثى والذكر. لكن في مصر الموضوع ده يعني كان تقريبا شبه غير موجود لحد ما احنا في الجمعيه وابتدينا نتعاون ونعمل مبادره من حوالي خمس سنوات، وكل سنه المبادره بتزيد عن وبتتحسن الحمد لله الاستجابه ليها، لان العلاج الكيماوي والاشعاعي معظمه مبادره حق مريض السرطان في الانجاب. بالظبط كده. مش عاوز اقول ان كله العلاج الكيماوي والاشعاعي، لكن معظم الكيماوي والإشعاعي ممكن أن يؤثر على الخصوبة، لأن الخلايا التكاثر سواء عند الرجل أو الأنثى هي خلايا سريعة الانقسام. وبما أن العلاج الكيماوي والإشعاعي هو يستهدف في الأساس الخلايا سريعة الانقسام اللي هي طبيعي خلايا السرطانية، فتتأثر بشدة أي خلايا أخرى سريعة الانقسام في الجسم بما فيها خلايا الشعر وخلايا الجهاز الهضمي وخلايا التكاثر في الأساس.
فتتأثر بشدة خلايا التكاثر سواء عند الرجل أو عند السيدة. في المصنعين اللي احنا عارفينهم اللي هو سواء عند السيدة المبايض أو عند الرجل الخصيتين، فتتأثر الحاجات دي كلها وبالتالي تؤثر على الخصوبة بشكل كبير. وممكن يحدث إن شاء الله زي ما دكتور مدحت قال موضوع الشفاء وتماما، وده نسبته النهارده الفتره دي نتيجه الاكتشاف المبكر غير كمان العلاج المتقدم. الاكتشاف المبكر ما ننساهوش مهم جدا جدا جدا. يعني دلوقتي في حالات ممكن يكون الست فيها حامل، يعني في اجنه بتتاثر طبعا من العلاج؟ طبعا، لان الجنين ده هو برضو خلايا سريعه الانقسام، لان الجنين ده بيبقى نطفه صغيره، حاجه صغيره، خليه واحده، وفي 9 شهور بيبقى انسان متكامل. فزيه زي الخليه سريعه الانقسام بيتاثر بشده بالكيماوي والاشاعي، وهو محظور تماما استعمال الكيماوي والاشاعي اثناء الحمل الا لو في كارثه او ضروره، وساعتها تبقى الست لازم توقع اقرار ان ممكن يحصل لو في مرحله مبكره تشوهات للجنين، او مرحله يعني متقدمه في الحمل ممكن يحصل مشاكل للجنين كبيره وتؤدي الى إجهاض أو ولادة مبكرة أو مشاكل في تأخر النمو. طيب إزاي يعني التأثير لهذا المرض وعلاجه ممكن أنه يختلف ما بين المرأة والرجل من ناحية الخصوبة؟ طبعا يعني هما الاثنين بيتأثروا بنفس الدرجة وزي ما قلت لحضرتك، هي العبرة بنوع العلاج وفترته الزمنية ونوع الأدوية اللي مش بالجنس. لا مش بالجنس، الاثنين نفس العرضه، لان الاثنين عندهم خلايا بتتكاثر، والسرطان زي ما دكتور وليد قال بيهاجم الخلايا اللي بتتكاثر في الجسم، ما بيفرقش دي للانجاب او للسرطان فبيأتاك، وخلايا الدم كمان بتتاثر انها برضو بتتكاثر بسرعه. الراجل ممكن بقى الحيوانات المنويه تقل، بس في احيان كتير بتختفي خالص، وطبعا بدون حيوانات منويه مش هينجب. وعشان يحصل يعني ريكفري مش اقل 2-3 سنين بعد العلاج الكيماوي عشان يبتدي يطلع حيوانات منويه لو الاصابه ما كانتش كامله. في الحالات دي طبعا ما فيش علاج طبي ممكن نديه يخلي الخصيه تشتغل، بنضطر ان احنا نفتح الخصيه وندور على حيوانات منويه. طبعا دلوقتي في جراحات ميكروسكوبيه متطوره وفي بحث متطور وكل حاجه، لكن احيانا برضو ما بنلاقيش حيوانات منويه. ولما بتبقى الحاله صعبه يعني. وحتى لما بنلاقي حيوانات منويه احنا بنبقى خايفين ان الكروموزومات بتاعت الحيوانات دي والجينات بتاعتها تكون اتاثرت من العلاج الاشعاعي، فممكن تؤدي الى اجهاض او اي خلل على الجنين. فحتى لو هو رجال وحيوانات منويه في اول 3 سنين احنا بنحذر عليه انه يخلف، لان احنا خايفين على سلامه الجنين، فبنستنى حتى 3 سنين لما يعدي وقت كافي. مريتوا بالحالات دي قد ايه في عملكم يا دكتور؟ بالنسبه للاعمار يعني خلينا نتكلم عن الشباب. طبعا احنا الناس اللي بيجونا ناس في سن الجواز يعني من 20 الى 40 يعني لسه بيبتدوا، ناس ما عندهاش ولاد تلاقي شاب جاي زي الفل جميل، ونبتدي ناخد قصه حياته. مفيش اي حاجه غير طيب بيقول انا كان جالي مثلا وانا عندي 15-16 سنه علاج، خدت جلسات علاج كده كيماوي واشعاعي وخفيت الحمد لله واتجوزت وبعدين ما بخلفش، مراتي كشفت ما عندهاش حاجه، بعمل تحليل ما فيهوش حيوانات منويه. هو ممكن يا دكتور العلاج اللي انا خدته ده يكون سبب؟ ده هو السبب. محدش قال لك انك تحتفظ بعين مجمد، يقول محدش قال لي، محدش خالص ما عندوش هذه المعلومه خالص، محدش قال له، هو ما يعرفش، الدكتور ما قالوش، الطاقم المساعد الدكتور ما قالوش، مع ان حضرتك عشان يروح يحتفظ بعينه مجمده اجراء مش هياخد اكتر من 10 دقائق. هيجيب العينه هيشيلها تحفظ له مدى الحياه، مفيش اسهل ولا اسرع، مش هيعطله في العلاج حاجه. المصاريف بسيطه، مفيش بس هي التوعيه نفسها، العلم. وبعدين ازاي انا بعالج مريض ما اقولوش تبعيات العلاج اللي هديه له ايه على صحته المستقبليه؟ يعني من حق المريض ويكتشف حاجه مش هيعرف يصلحها. دايما احنا في الطب الحاجه اللي نقدر نتلافاها ولها توعيه بنفرح بيها جدا جدا، لان العلاج بعد كده مكلف وصعب وساعات ما بينجحش او في حالات كتيره ما بتنجحش. فهي الرساله توعيه،
قبل اي شيء طبعا، لان هنرجع تاني لنقطه الاكتشاف المبكر الى اي مدى ممكن ان هو يفيد، خاصه اذا كنا بنتكلم عن يعني ناس بتبدا حياتها عن رغبه في الانجاب، عن احتفاظ بجنين غير مشوه. تمام. هو طبعا من اولى الاسباب والمبادئ اللي خلت موضوع الكانسر ان هو بقى علاجه بنصل 90% دلوقتي، من 80-90% في معظم انواع الكانسر، غير تطور الوسائل العلاجيه والبحثيه، كمان الاكتشاف المبكر. احنا دلوقتي زمان من 20-30 سنه كنا نكتشف الكانسر ده ستيج 3 و4، حاجات ادفانسد جدا، وبالتالي طبعا احنا اتس تو ليت، يعني صعب جدا ان احنا نبدا نعالج دلوقتي. دلوقتي معظم الحاجات دي وتوعيه، ومثال مثلا البريست كانسر او سرطان الثدي عند السيدات، ما اعتقدش دلوقتي في سيده في مصر لا تعلم يعني ايه افحص نفسي، ويعني ايه بعد سن ال 40 اعمل ايه، واقف قدام المرايه ازاي، واعمل ايه. المستشفى هي معاكم في معانا في المبادره. فانا قصدي اللي عاوز اقوله ان ده طبعا صلح كتير، ان زي ما انتم مدحت استاذ انتم مدحت قال برضو موضوع الحفظ، اذا كان حفظ الحالات المنويه عند الرجل مهم، السيدات لازم تعي برضو ان في حاجه اسمها حفظ بويضات، وفي حاجه اسمها حفظ انسجه من المبيض. حفظ البويضات ده مهم جدا بالذات لمرضى الكانسر، للسيدات اللي بيتاخروا في سن الزواج، كمان للسيدات حتى ايفن اللي ناويه تتجوز وتطمن على نفسها قبل الجواز. احنا النهارده بنشوف بنات وسيدات عمرهم عشرينات كتير جدا بنسبه مرعبه، حصل فشل في المبايض وهي عندها عشرينات. ده ايه سبب الكلام ده؟ كنا بنشوفه حقيقي يعني حقيقه من 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 10 سنين كل 1000 حاله ولا بتاع. النهارده لا، اللي احنا الحالات اللي بتزورنا، الكابلز اللي بيزورونا في عياداتنا ومستشفياتنا عشان تاخر الانجاب، تقريبا من 10-15% من الناس دي، من السيدات دول، داخلين على فشل في المبايض او عندهم مشكله في التبويض، ضعف في فصول التبويض. اسبابه عده، مش عاوزين يعني في، هي ثيوريز كلها نظريات، من ضمنها العامل البيئي، ويقال عامل في عوامل جينيه وفي عوامل مناعيه، والستريس بيقال ان الستريس الشديد ممكن يعمل كده، البوليوشن ممكن يعمل كده، الحاجات الكيماويه، الحاجات دي كلها، الكيميكالز، الهاي تكنولوجي، كل ده بيؤثر للاسف على زي ما اتفقنا الخلايا سريعه الانقسام اول حاجه تتاثر على طول، يعني تتاثر في الجسم، واولها خلايا التكاثر. فبقينا نشوف الموضوع بشكل مرعب. فحتى السيدات اللي هم مرضى الكانسر في الايرلي ستيج، زي ما بنقول قبل ما تعملي اي حاجه فكري جمدي البويضات، انت يا راجل جمد الحيوانات المنويه. السيدات اللي ناويين حضرتك بتتكلم بعيدا عن اكتشاف اي مرض اصلا. يس. حضرتك احنا بنشوف طالما حصل تاخر يعني في احنا الزواج، احنا بنشوف في عشرينات وثلاثينات دلوقتي فيري كومن وفيري فريكوينت، بنشوف سيدات وبنات انا ببقى عاجزين قدامهم، وتيجي تقول لي طب حضرتك الحل ايه؟ اقول لها بصي يعني احنا في بلادنا الحل. يس، احنا في بلادنا مفيش حل، احنا عندنا ايثكس وعندنا تراديشنز وعادات وتقاليد. بره عندهم حلول ثانيه اللي هي الدونيشنز والحاجات بقى البوظان والكلام ده، احنا ما عندناش الكلام ده في بلادنا، والكلام ده طبعا نون ايثيكال، احنا نعتبره كده طبعا. فبالتالي مفيش حل، يعني مفيش حاجه ترجع المبيض الثاني ورا 10 سنين. لو جيتي لي ممكن سنه واحده بدري كانت فرقت، فتخيلي حضرتك سنه واحده بدري كنت جمدتي بويضات خلاص، يعني هي دي مشكله. والراجل عادي يمكن نتكلم في الراجل والستات، الستات والذكور في الكيموثيرابي او الكانسر، لكن في موضوع عموما الحفاظ على الخصوبه بقى، الراجل ممكن خصوبته ممتده، اما السيده ما عندهاش هذه الفرصه، دي ليميتد تايم. فاصل قصير وبعد الفاصل نلتقي مرة أخرى نستكمل هذا الحوار وحق مريض السرطان في الإنجاب، خليكم معنا.